حملوا قيما تنار بها السماوات، وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات، وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا الداعي تحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام تحية مسائية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة أكيد من حياة أحلى. في الوقت اللي يسعى فيه العالم للتوعية بمخاطر الجائحة الحالية ألا وهي كورونا، وبعد مرور ما يقارب الشهر من إعلان الحجر الصحي في البلاد الذي يقتضي على الجميع البقاء في منازلهم، كيف يمكن للأفراد الأسرة الأم والأب على وجه الخصوص أن يتعاملوا بالطريقة المثلى مع الأمر، وكيف يمكنهم أيضا استغلال وجودهم في المنزل لتعليم أشياء مفيدة لأبنائهم، وتوظيف وجود العائلة في المنزل لتقوية الترابط الأسري بينهم. حول ذلك وأكثر نناقش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، صحبة الضيوف معي هنا في الاستوديو الأستاذ ساسي موسى، أخصائي نفسي وتعديل سلوك. من استوديوهاتنا في طرابلس راح تكون معنا الأستاذة فاطمة زيو، مدرب ومستشار التنمية البشرية. رحبوا بكم من جديد مشاهدينا، رحبوا أستاذ ساسي. أهلا وسهلا بك أستاذ نادر والأستاذة فاطمة، بارك الله فيكم. بصراحة موضوع مهم جدا، احنا نعطي خص مساحة للأطفال والأسرة فعلا في الوضع هذا يعني. فعلا، خصوصا أن مع الحجر الصحي تقريبا يعني عندنا نسبة كبيرة جدا من مشاهدي العائلات اللي بكل تأكيد اليوم رح يستفيدوا من كل النصائح رح نقدمها لكم بإذن الله تعالى والملاحظات. أستاذ ساسي، زي ما نعرف أن العائلات قاعدين في وضع من الإحباط، خيبة أمل، ملل في بيوتهم نتيجة للساعات الطويلة اللي قاعدين يقضوا فيها داخل البيت، كيف يمكن تخفيف كل هذه الضغوطات؟ كويس، هو القلق احنا كنشتغل في علم النفس، القلق المحدد لدي شيء ازمه اي ظرف يسبب نعم القصه دي كلها. لان الناس طبعا احنا في فروق فرديه في شخصيته، في البشر بصفه عامه. في شخصيات ضعيفه، في اللي هشه، وفي اللي الوسواسيه، وفي اللي عنده الفوبيا، في اللي عنده خوف. ما تقدرش تقول الناس كلها زي بعضها يقابلوا الحدث. الموضوع من شخص لاخر، في اللي يتاقلم اكيد الحظر وقعد في الحوش. هو الحظر هو حتى الحظر الناس مش فاهمينها، هو من ناحيه صحيه الحظر يعطي فرصه الناس تقام زي بعضها على الاقل كيف نكتشفوا الحالات اللي عندها اعراض باش نوصلها للناس المعنيه في الجهات المتخصصه باش تتابع الحالات. القصه فاش في الاب وفي الام للاسف الشديد، اصبح الاب والام متعلقين بالاعلام بدرجه كبيره جدا جدا بخصوص الموضوع نفسه. أيه. تلقى التلفزيون مفتوح وسط الحوش، في دار قعميز وفي المربوحه، والنت معاه وكلها تتبع في الاخبار. مش لاهين باولادهم ذاتهم شنو صاير معاهم بالضبط. أيه. المفترض هم على الاقل يخلقوا بيئه في الحوش، تكون بيئه على الاقل فيها نوع من الملاد، بكذا الطفل يلقى غايته في الحوش. والتنوع في نفس أكيد الوقت، يعني ما نقعدوش حاصرين نفسنا تمام احنا كل يوم نزيد في الاخبار اكثر بالملاحظات والنصائح، لكن ما نقعدش كل همنا وتركيزنا هو عليه الاخبار وعلى وازمه معينه وعلى المرض. نعم. والمشكله اكبر من هيك، الساعه البيولوجيه انقلبت عند الصغار بصفه عامه، واختار بذكر في القران الكريم وجعل بس نهارا مع عجل. أيه. صبحت الناس مقامزه التلفزيون قريب لثلاثة أربعة في الليل، انه يعرفوا الاخبار تطلع في الليل، وهذا عيب. نحن كمركز نتكلم عن الموضوع، وكجهات المسؤوله في وزاره الصحه مفروض الاخبار زي هذه تديرها الصبح، مش لازم في الليل حتى حاله انصابت ان شاء الله في فتره المساء يعني اللي هو. نعم. بيصابت على الاقل هذا تحصيل حاصل، علاش تخلي في الناس متعلقين في الموضوع الى غايه صح. امس الحالات اللي طلعت سالبه ساعه 2 في الليل معقوله؟ أيه. حتى اول حاله تم اعلانتها كانوا نتكلموا. القصه شنو خلت؟ خلت في فجوه كبيره بين الابو والام وحتى الاطفال في حد ذاتهم. أيه. صبحوا هما كابين على التلفزيون يتفرجوا تبعوا ويتناقلوا في الاخبار، وخلي هذه الاشاعات تاعت النت وبرامج نتاعها، وتناسوا ان في ابناء في المنزل. لما انت تخلي الابناء مهملين حتصبح نوع من المشاكل، بل الابن هذا باش عنده باحتياجات، يبي تواصل، يبي رعايه، يبي اهتمام. من الصغار كلهم ما يقروش في المدارس، هل انت هيئت جو ان هم ممكن صار يقروا في الحوش مع موليهم؟ هل هم يلعبوا معاهم؟ هل هم يتواصلوا معاهم؟ هل منبين الاحتياجات نتاعهم؟ هل فاهمينهم؟ نعم. هل مقعمزين مدردشين معاهم شنو تبوا شنو ما تبوش بالضبط؟ هذه كلها غايبه على كل الاسر للاسف الشديد. شنو محتاجين بالضبط في هذه أكيد المرحله يعني؟ اكيد صح. طيب خليك معي استاذ ساسي من استوديوهاتنا في طرابلس، مشاهدينا الكرام رحبوا بالاستاذه فاطمه زيو، مدرب ومستشار التنميه البشريه. السلام عليكم استاذه فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، اهلا وسهلا بك ونورتينا في حلقه اليوم. بارك الله فيك اخي نادر. استاذه فاطمه، زي ما نعرف ان الام لها دور اساسي في البيت، وعندها واجبات اخرى اعتياديه تقوم بها، طبخ، ترتيب، رعايه الابناء، كيف يمكن توفق بين هذه الواجبات وبين متابعه ابنائها لاستغلال وقتهم بالطريقه الامثل؟
في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك وأحيي أستاذ ساسي وفريق العمل بالبرنامج، وتحية عطرة لمشاهدينا الكرام. طبعا بالتأكيد يعني الجميع يعيش في مرحلة تحت ظروف متساوية تقريبا. المرحلة ما نقولوش نقولوا مصطلحات سلبية، بنقولوا ما يعني هي محنة قد تكون في داخلها منها. يجب علينا أن نحن ننظر لها نظرة إيجابية شوية، نشوف شنو ما حسنها. وجود يعني بعض الضغوطات الغير احتياجية اللي موجودة، نمط حياة غريب بالنسبة لنا نحن كأسر ليبية، نمط جديد بالتأكيد، وجود الأسرة كلها 24 ساعة على 24 ساعة مع بعضها في البيت. تحت احتياجات وتحت أخبار يعني أحيانا تكون غير سارة، فبالتالي هذا يولد كثير من المشاعر الغريبة داخل الأسرة. ممكن الأم تكون يعني في حالة توتر بمعنى أصح، أو تكون في حالة خوف وغضب، وزي ما نقوله نحن بالليبي مش مستحملة، يعني مش متحملة حتى نفسها. زيادة على واجباتها المنزلية، واجباتها كأم، كزوجة، كربة بيت. قد تكون هي في الأصل هي عاملة مثلا، الناس اللي تشتغل حتى عن بعد. بعدين وجود الزوج فترات طويلة في البيت، الأبناء، ما فيش مدارس، ما فيش نوادي، ما فيش علاقات اجتماعية. فكل هذه بالتأكيد بتكون لها مخرجات في السلوك. هتكون موجودة داخل البيت. لكن الوعي هو اللي حينظم العلاقة هذه داخل الأسرة. الوعي هو اللي حيخلي السلوكيات تكون أفضل من ذي قبل مثلا. بمعنى محتاجين شوية من وسعة البال زي ما نقوله. الصبر، نصبروا على بعضنا شوية، نلتمسوا الأعذار، الحوار الكويس ما بين الأسرة. طبعا نحن دائما، أنا دائما رسائلي نوجهها للمرأة يعني بصفة عامة. دائما خطابي موجه للمرأة، هي الأم، هي سيدة المنزل. هي اللي تدير أو تمتلك إدارة المنزل بالكامل. سواء كان اجتماعيا، اقتصاديا، تربويا، فكل الأمور في يد الأم. نحن نحاولوا من خلال منبر هذا البرنامج أن نحن نبث الوعي للأم، للأسرة، لكل الأفراد طبعا، سواء كان الأب أو الأم، وحتى الأبناء، حتى الأطفال يعني عندهم دور لازم نسلط الضوء عليه ونوعوهم له، بحيث أن نحن نطلع من هذه المرحلة بسلام، مش بس بسلام من الفيروس. بسلام حتى من المشاكل والأزمات والأمور هذين ممكن يعقبها. بعد ما نطلع من الأزمة نلقوا أرواحنا وجدنا أنفسنا في أزمات أخرى اجتماعية. قد تتفتت الأسر ويدخلها مشاكل وتصير علاقات سلبية داخل الأسرة. فبالتالي نحن نعول على الأم هناهي كيف أن هي تدير الوقت أولا داخل أسرتها. كيف أن هي تحتوي الجميع، تستمع للجميع، توسع بالها، تنظم وقتها، تنظم، ترتب أمورها. زي ما نقوله ترتيب البيت الداخلي مهم جدا. بمعنى أوقات الأكل، أوقات الجلسة، نوع الحوار، كيف تسيطر على الحوار لما تشوفها خرج إلى مرحلة العصبية، كيف إن هي تسيطر، كيف يتلقوا المعلومات الخاطئة أو المغلوطة. أن تحافظ عليها أن هي ما توصلش لكل أفراد الأسرة والأبناء. فالإدارة كلها حتكون في يد الأم أكثر شيء، بمساعدة الأب ومشاركة الأبناء. طيب بالعودة مع أستاذ ساسي، أستاذ فاطمة تكلمت على دور الأم، لأن زي ما نعرف هي تمتلك يعني مهام ووظائف كثيرة، وهي ربما تكون ركيزة في داخل كل منزل، وقالت باستطاعت أن هي تنظم الوقت، مثل مواعيد النوم، الأكل، النقاش، اللعب وإلى ذلك. الأب أيضا مكمل للأم ولبقية الأبناء، قد يكون له دور كبير جدا. ما الذي يمكن للأب فعله في فترة الحجر لتجنب الملل واعتياد الروتين المنزلي اليومي والتقرب أكثر من الأسر والأبناء؟ كويس، طبعا هي أشارت لصدفات من إشارة مهمة جدا، هو من محرك البيت. الأم طبعا البيت في عدة خلخلة ومشاكل. هو صح طبعا المسؤول الاول والاخير الاب بدرجه اولى، يعني بصراحه يعني مش هنهمشوا دور الاب، لان دور الاب دور كبير في تعاون مع الام كيف احنا نحاول نقسم المشاكل اللي تصير في الحوش والمهام بصفه عامه. حتى الاستعانه بالراشدين شويه، الصغار الكبار اللي نقولوا احنا فيها يعني واعيين، ممكن نستعينهم في عمليه اللي هو تخفيف الضغط اللي في المنزل. يكون في مشاركه اكيد يعني. اهم شيء ديما نقول المفروض البو والام يقعدوا معاهم حتى صغارهم. انا بنخطط اسبوع هذا شنو بندير، وغدوه شنو بندير، واسبوع شنو بندير، نقعد نسمع راي صغاري، خاصه المراهقين نحب اني اسمع لهم. على الأقل ما ينفعش تكون مثلا قرارات
من الام تكون زي ما نقول فتره سلطيه ومن البوله من ديروك ديروك لا ما ينفعش نقعد مع بعضنا كيف نقسموا الوقت انت من تغدوا انت من تعشوا انت من نراجعوا انت بنقروا انت بنلعبوا حتى فتره المسموح تطلع فيها الناس ما فيش اي باس كانت طلعت مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع انا وصغاري ساعتين سيدي هي ما تكونش يمكن في ناس معك بس مثلا شط البحر يعني. حتى دوره بالسياره انا وصغيره مده ساعه ساعتين اقل طافنا صغار عندهم دقات زايده يا سيدي حتى ما عندهمش يطلعوا خايف فوق الحوش كان عندك مساحه فوق الحوش او في السطح عند الحوش صح العماره ندير اي برنامج صغار ندير قميزه فوق وتهدريزه في الجنان في المنور في البلكونه ندير اي موضوع بحيث نطلع من جو الروتيني هو شويه ان احنا كابين في الحوش وكورونا كورونا كورونا لا لان راهو الضغط النفسي قاعد يشتغل العالم بالكامل فعلا. تو الصين حاليا تشتغل اضطراب بعد الصدمه نتيجه اللي هو تفشي المرض في الصين ومشكله المشاكل النفسيه اللي منتشر اكثر المشاكل المرضيه نعم. حتى الحالات المرضيه قالت منظمه الصحه العالميه توصل نسبه الثلث هم اللي يتاثروا بالموضوع هذا لما أي. ينزل المعدل النفسي عند الانسان أي. يصبح المعدل العضوي فيه عده مشاكل وعده وعكات ممكن تصير فيه مشكله نعم. الاب راه دور نتاعه دور كبير ما هو دور بسيط الاب هو المسؤول المفروض حتى حكايه الطلوع أي. يجيب القضيه للحوش والبضاعه المفروض يجيبها لهو وما ينفعش حكايه الطلوع كل يوم نمشي لازم نطلع يزيد على الاقل يجيبها الخبزه مده اسبوع حطها في الثلاجه القضيه مده اسبوع معقول احنا كل يوم بنطلع احنا مش كنا توليبيين تلقاهم الصبح راقدين غير توصل الساعه 12 كلها تطلع مع بعضها طبعا انا جاي من الطريق انا طبعا كنت في مدينه سبراتا نواجه التحيه كان برنامج تدريبي مع مستشفى ورام سبراتا وكوكب سبراتا بارك الله فيهم نعم منين جاي من الطريق كلها زحمه ما فيش مكان فيه خضره ما تلقاها زحمه قدام مصارف زحمه تو خنطه ميدان الشهداء يعني جاي في الطريق المصارف الزوز زحمه بدرجه كبيره جدا جدا يعني مش معقوله بصراحه عندك انت كسرت عدد القواعد نعم. علاش الطريقه هي المفروض الاب يكون فيها حكيم الاب سواء كان متواصل مع المؤسسات الخدميه والاستهلاكيه والمحلات سواء كان حتى الام في حد ذاتها يكون عندها دور بحيث نعم. ما تكونش عامل نقل او عين نقل الامراض هذه مش نوع من المشاكل نعم. في حاله تصير من الملل داخل البيت أكيد. وعلاقه مضطربة يعني مع الأب خلينا نقول بعض الآباء مع أبنائهم فبعض الأبناء يحسوا في تقيد أيوة حصار يعني بين الأب موجود يراقب في كل أفعالهم وتصرفاتهم في نفس الوقت يفضل يكون في هدوء دائما وفي والمقابل الأب كذلك يشعر بالملل مع أبنائه يعني يكشخ وتصير صراع بالضبط احنا حتى صارت قصة الحجر تكلمنا في بعض الإذاعات قلنا حتى في وجود الأب احنا مشكلتنا ليبيا كانت تعاني بأب الغايب الحاضر لأن كان لاحظنا احنا في السنوات الأخيرة الشغل كله على رأس الأم للأسف الشديد أصبح دور الأب أنه يجيب الماكلة وشرب ويخدم يخدم خدمتين صباح وعشية إن شاء الله ربي يعين الناس تعرف مشكلة الظروف تمر بها البلاد أيه. العيل ما زي ما نقولوا فاحنا ما كانش متعود نشوف في البو في الحوش حتى الأب يحاول يكون ذكي في الموضوع هو ما يكونش مثلا بجبروت نتاعه وبضغوط نتاعه كلها يديرها في الحوش لأنه هو في نفس الوقت مش متعود أنه هو يقعد مع أبنه مع صغاره في الحوش نحاول نكون لنا شويه حكيم شويه ذكي ما نكونش شكل تدخل كبير ومشاكل اكثر نحاول نضبط نفسي ما نكونش يعني عصبي بدرجه كبيره جدا جدا تعرف الانفعالات واللي تصير والمشاكل لان تجي عده احنا عده بلاغات تجينا من الفئات النفسيه اللي نشتغلوا فيها من صار تضايقوا مواليهم في حتى البوكا اكتشفت عده علل عند صغاري ما كنتش نعرف ان ولدي يدخن او ولدي منحرف او بنتي منحرفه اكتشفت تو الموضوع هو اذا كويس في شيء ايجابي فتحت الملفات ما شاء الله الاب يعني تعرف على ابنائها اكثر كله حتى في الجوزه اكتشفت ان جوزها عندها مشاكل في الجوز اكتشفت جوزها ان هي عندها مشاكل اكبر تعرف ان قصص النت وقصص الصداقات والاشياء الشرعيه بصراحه للاسف هي حق فرصه راه تقرب العائله زي ما صارت لك صدفات ما راهي فرصه كبيره جدا جدا نتقربوا لصغارنا اولادنا وبناتنا ونفتحوا الملفات المغلقه مش عارف شنو صاير فيها يعني. نعم طيب بالعوده من الصدفات مصادفات ما تكلمت قبل شوي على الشائعات والاشاعه اللي تنتشر بشكل كبير خصوصا في هذه الفترة الأخبار تعج مواقع التواصل الاجتماعي منها حقيقية والغير الحقيقية كيف يمكن على الأم أن تتعامل مع هذه الإشاعات والمعلومات الغير موثوقة اللي ممكن يسمعها الإبن أو يطلع عليها أو يصدقها نعم طبعا بالتأكيد بعد مرور هذا الوقت من انتشار الوباء يعني حفظ الله الجميع منا أصبح لدينا كثير من المعلومات في هذا المضمار لا. يعني الكل أصبح يعرف الوباء هذاي وفترة الحضانة متاعها والأعراض والنسب الناس اللي من تصيبهم والوفيات والأمور هذين كلن فنحن أصبحت لدينا معلومات مستوفية علينا تتبع المعلومة من مصدرها الرئيسي الحقيقي من جهات الاختصاص جهة المسؤولة عن إصدار معلومة حقيقية هي اللي أنا ناخذ منها المعلومة
وبالتالي ما نسمحش للأبناء أن هم يبدوا يبحثوا في على سبيل المثال يعني مواقع التواصل الاجتماعي والناس اللي هي ماهيش متخصصة وتبدأ تحكي وتنشر في الشائعات والكلام اللي هو نقدر نقول عليه سلبي، فحيأثر على نفسيتهم. يعني حتى أنت لما جيت بتستثمر هذه المرحلة في أنك أنت كيف تدير أو الأم كيف تدير أسرتها أو بيتها في المرحلة هذه، مش حتنجح فيها مدام العامل النفسي محبط داخل الأسرة نتيجة للمعلومات المغلوطة. فنشر الوعي والمعلومة الحقيقية داخل الأسرة هذه تكون رقم واحد مثلا. بعدين تجي أنت تبي تنتقل إن كيف تنظم وقت الحصول على المعلومات. يعني ما ينفعش تكون الأخبار موجودة 24 ساعة على 24 ساعة مفتوحة في بيوت، يعني تنقلوا من أخبار إلى أخبار ويجمعوا في معلومات قد تكون هذه المعلومات مش كلها صحيحة أو مضخمة ومفخمة. فبالتالي نحدد وقت معين نتفق فيه أن نحن نتلقى فيه الأخبار من جهة ثابتة المصدر أو زي ما نقوله نحن مصدرها موثوق، موثوقة المصدر. وبالتالي ننتقل يعني خلاص خذينا المعلومة اكتفينا بها اليوم في خبر واحد انتهى الموضوع، ما عادش نبحثه لا من خلال الانترنت ولا من خلال شاشة التلفاز. هذه جزئية. الجزئية الثانية نبدأ أنا نبث في طاقة إيجابية داخل البيت كأنا كأم، أني أنا العودة إلى الله مهمة جدا في الأمور هذينا. يعني نحن يقينا نعرف ما حدش يموت نقص عمر والأجال هذينا مكتوبة من عند الله زي الأرزاق. فبالتالي لازم نبحث نبث الطمأنينة في نفوس الأبناء داخل البيت. بمعنى أن يعرفوا أن الأجل واحد والعمر واحد مع اختلاف الأسباب. أيضا نرجع إلى تاريخ الأوبئة، تاريخ الزمني القديم لكل الأوبئة. في أوبئة كانت موجودة يعني على سبيل المثال زي الطاعون هو أكثر فتك من الفيروس اللي موجود تو الكورونا. لكن نبحث مع بعضنا وندرس ونبث معلومات كيف نتتبع الوقاية منا، التعليمات الاحترازية اللي موجودة كيف أن نحمو أنفسنا من هذا الوباء ونحمو غيرنا مش بس نحن بس. يعني هذا أمانة أن الواحد لما يطلع يشارك في انتشاره مش بالضرورة هو يكون مصاب، أحيانا يكون هو أداة نقل. فنحن نأكدوا من خلال البرنامج هنا على الحجر الصحي، الحجر المنزلي، استعمال التعليمات أو استخدام التعليمات واتباعها بشكل مفصل. نعلموا أبنائنا خصوصا الصغار في العمر، تو الكبار ممكن يطلع ويسمع ويقرأ ويشوف، لكن الصغيرين اللي هم 5 سنوات وست سنوات بالعكس هو من خلال المرحلة الصعبة هذه أو الأزمة هذه أن نحن نعلمهم بعض التعاليم الدينية. يعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما ضربش الغلام ولكن نصحه. بالتالي نحن هنا نبدو نبث أيضا الروحانيات داخل الأسرة، التوكل على الله، استعمال الدعاء، أن أمرنا كله يقول إلى الله عز وجل. فحتى الجانب هذا لابد من استعماله، لابد من العودة له. ما ينفعش اني انا نحكي بس على وقايه وتعقيم ونترك الجانب الروحاني والعوده الى الله. لعل الامر هذا يفتح لنا افاق داخل الاسره في العبادات، عبادات الجماعية. يعني نحن نعرف في كثير من الأباء لما يمشوا للمساجد ما كانوش ياخذوا في أبنائهم الصغار معهم في صلاة الجماعة بحكم عمر صغير أو يخاف من الدوشة متاعهم أو مشاغبتهم أو ما إلى ذلك. فهناهي في داخل الأسرة صلاة الجماعة هناهي واردة. نفتحوا حلقة مثلا حوارية تتحدث عن أمر شرعي ما، نبدأ في قراءة القرآن وحفظه، لكن ما ينفعش يكون في بشكل ضغط باش ما يكونش في ملل وفي فتور. يعني التنظيم هنا هي مهم جدا. نرجعوا لنقطة أخرى مهمة جدا أستاذ نادر، اللي هي القرب الوجداني للأسرة. هنا هي ماهوش يعني ماهيش مؤسسة في إعطاء أوامر وإدارة وأمور هذيلة بس، لكن نسمعوا لبعضنا أكثر، نعبر عن مشاعرنا أكثر لأبنائنا، نخلي أبنائنا يعبروا عن مشاعرنا، نوثق العلاقة ما بين الأبناء فيما بينهم أنفسهم مش بس مع أمهم وأبوهم، فيما بينهم كإخوة. يعني في كثير من السلوكيات اللي موجودة داخل الأسرة محتاجة إلى العودة لها والتعديل فيها.
نعم طيب. فهذه قد تكون فرصة عظيمة جدا، هي إجازة وصلت للبيوت أو للآباء والأمهات بدون ما يطلبوها. نعم يعني طيب. بدون ما حد يطلب إجازة من العمل متاعه، تحصل على إجازة إن هو يمكث فيها في البيت، يعيد ترتيب بيته، يعيد تربية أبنائه، يقترب أكثر لزوجته، يقترب أكثر لأبنائه، كذلك نعم. الأم تقترب طيب. أكثر لأبنائها طيب. وهكذا. طيب نرجع لك بإذن الله تعالى أستاذ فاطمة، نعود مع أستاذ ساسي. أستاذ فاطمة تكلمنا عليه نشر الإشاعات، ونعرف أن الأمر أصبح فيه تضخيم بشكل كبير، يعني حتى في بعض المعلومات نفسها، وأصبحوا حتى الأبناء مطلعين أكثر من الأب والأم، يعني متابعين لهذه الأخبار، لأنها وين ما تمشي أعتقد تلقاها موجودة. يعني ممكن من خلال هذه الأخبار اللي أغلبها قد تكون لا يوجد لها أي مصداقية وغير موثوقة، قد ينتاب الأطفال من خلالها بعض من الخوف أو الدعر أو الفوبيا عند سماعهم حتى الحديث الكبار، يعني اللي قاعدين يتكلموا بخصوص المرض أو كذا. في بعض الأهل يتكلموا قدام الصغار ويقولوا نحن هذا الوباء رح يقتلنا كلنا رح نموته، فكم الكلمات هذه ممكن تدمر اليوم نفسية الطفل بشكل كبير. أكيد هو زي ما يتكلم الكبير حتى الصغير يتكلم، زي ما يتقصر الكبير حتى الطفل يتقصر، التقصي نتاعه أدق اللي احنا ما نحسوش به، ممكن صغير ما يفهمش. بالعكس أي. الصورة التي يأخذها الطفل اللي هي سلبية من حديث الأباء والأمهات وحتى الإعلام، يعني اليوم كل الإعلام سمحني في الكلمة هذه، في توصيل الخطاب أو وصف المشكلة، راهي مشكلة، ما فيش ناس متفننة كيف عارف كيف تحاور الناس هي. نعم. ما على سبيل المثال احنا وزعنا الصبيان المدة اللي فاتت من مدة 15 يوم على موضوع كورونا أيه. في كيفية التعامل وش فكرك هذا الموضوع، لاحظنا عند الناس عندهم أخبار أو أشياء وخطئة 100% واعتقادات وإشاعات إنك ممكن تستخدم التومة وتستخدم كذا كذا، وإنك تستخدم زيت كذا وتدير، ممكن تستخدم البياض، يعني أشياء غريبة جدا جدا في بعض الجهات، يعني صراحة حتى تستخدم تعاطي الكوكايين والعياذ بالله، معقولة؟ نحن طبعا آخر منشورين منظمة الصحة العالمية قالك أكثر ناس عرضة لقصة كورونا المتعاطين المخدرات والمدخنين، كانوا بيتكلموا على الموضوع نفسه. أيه. المشكله في ليبيا قاعد نقول فيها في معظم الحلقات وديما نتكلموا ونشروا لها، يا ناس احنا ما عندناش في ليبيا مركز يكافح الاشاعه او مكان متخصص يكافح الاشاعه ويشوف مصدر نتاعها ويحجمها ويعرف مصدر نتاعها ويحاربها بكلام حقاني ومظبوط. المشكله الاكبر من هيك وشيء استغربت منه وتفاجات في اثناء الدراسه الميدانيه اللي درناها عند الناس الكبار، كان مع الناس الكبار في السن قلنا لهم امبهاتكم مزال ما صار طاعون في ليبيا وصار للسر هو السل او الدرن الرئوي وجدام والجرب، كيف تصرفتوا كيف درتوا؟ شوف الناس البسيطه كيف كانت تصرفت. قال احنا حجرنا في روحنا في الحياش بالليبي، احنا فلان مطين، فلان قد مطين في مكان، سكر حوشه ما عادش طلع نهائيا مده شهرين جاي الوباء، كيف درتوا؟ كيف عشتوا؟ قال احنا قسمنا الوقت، تلقى المسويين يغزلوا، التريس يلبدوا ويساووا، والصانع في الالعاب الشعبيه، وهكذا في الليل نتجمعوا نحكوا في قصه وهكذا، نمشي الوباء، الشيخ صراحة اطلع من حياشكم وقول له عادية. أهو ناس زمان ما كانش لكان علم، لكان في أمور صحة ولا وزارة صحة، وشوف كانت تشتغل الشيء البسيط. أنا يعني سألت حتى ناس قرب من أقارب الكبار في السنة، معهم في 90 وفي 80 سنة وفي 100 سنة، لما بهاتهم عاصروا قصة الطاعون لما جاء ليبيا زمان، نعم. ولما جاء الدرن اللي هو السل والجدام والجدري، كيف تصرفوا؟ نفس الكلام كانوا يقولوا فيه، يمتثلوا للشيء اللي يقولوا لهم فيه الناس اللي يعرفوا، وما كانش هيك الناس المختصة. احنا أصبح عندنا موضوع كورونا في ليبيا حتى في العالم أصبح موضوع سلوكي أكثر ما هو مرضي. لما تقول لك الجهة المعنية ناس واحد اثنين ثلاثة خذ الحذر، ما تديرش في ناس تلقى تقصد شيء، هو انا عندك مشكله في السلوك نتاعك، الناس لقاها مقعمزه، لا هي متخصصه، لا هي عندها علم، لا تعرف من الموضوع مقعمزه غير في المربوع في كذا، ورا النت تكذب ويزيد ويدير فلايك ويحول الناس ديال الموضوع وتنشر في الخبر، ويقول لك يا ناس في زوج جهات، مركز الوطن لكحه الامراض، وزاره الصحه هي جهه الاصليه، هي جهه موثوقه وهي هي المصدر، وما يتبعوش فيها، وتزيد الاشاعه وتزيد تكبر والناس ما يدوروش. المشكله حتى الناس ما يعرفوش كيف يطبقوا القصص اللي هي نتاع الحجر بصفه عامه، ومازال المرض ينتشر، وحين ان شاء الله ربك ما نوصلش لقصة الوباء ومش نخش في مشاكل تقول نعانوا منها. الفائدة الحجر انك تبعد نفسك من عدة الامراض وعدة مشاكل، حتى الحجر يكون طريقة فنية ويكون طريقة نعم. عملية، يكون في تواصل الاسرة في حد ذاتها، نوفر الاشياء اللي بحيث الطفل يلقى فيها الغاية بتاعها، البو الام التواصل راهي مهم جدا جدا. ما فيش اي بس انك انت شنو هو اسبوعين هواء مش حينقصوا من عمرك اللي بيزيدوا، مش اصبر، الصبر مفتاح الفرج، سبحان الله، لما انت تصبر نصبر، اعطي فرصة زي ما قالت السادة فاطمة بارك الله فيها، ممكن تعلم امور دينيه لاطفالك، يا سيدي على الاقل هيئهم شهر رمضان، علمهم احاديث، علمهم يعني ايات قرانيه، علمهم اي شيء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بحيث يحصل المهارات في كل شيء،
لدور كبير. كل شيء الحوش نخلق ندير حضر زي النادي ندير الحوش نعلمهم مثلا اشياء مهنيه حرفيه لبنيات ممكن في ناس انا فرحت قال احنا ولينا شاهي العالة باهي الحمد لله واخيرا ولوا الجلسه العائليه كويس قال احنا جانا شاهي العالة بدا يربخ التصريطه سطانيه الكاكاوية يا ريت به ولولها هي زمان معنا خاصة اجتماعي ان شاء الله ربي يرحمه قبل 20 سنه دار دراسه في هذا في الدراسات العليا على شاهي العالة ضحكوا عليه قال كيف تنقذ تشوفوا اهميتها يعني بالضبط. توقفوا شوي الفاصل استاذ ساسي استضافات مشاهدينا الكرام فاصل قصير من بعد الفاصل كيف يمكن للوالدين من خلال بعض او من خلال ممارسه بعض الانشطه داخل المنزل يقدروا يستغلوا الوقت بالطريقه الامثل. الفاصل قصير ومن بعد نواصل باذن الله. وحياتنا احلى بمن حملوا قيما تنار بها السماوات وحياتنا أحلى إذا اتسعى للغير وازدانت به الذات وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا الداعي تحيات. احنا نعلم أن في الوقاية من هذا المرض اللي مليش علاج اللي هو الكورونا مرض الكورونا هذا اللي هو يصيب الإنسان عن طريق الجهاز التنفسي ينتقل له الفيروس عن طريق اليدين أو عن طريق الرذاذ لما إنسان يعطس هيك في الفراغ أنه هو بيكون على صلة بإنسان مصاب ما فيش أي علاج لحد الآن إلا الوقاية. الوقاية أفضل شيء للوقاية هو غسل اليدين بالصابون بالماء والصابون عدة مرات في اليوم وتفادي تجنب الأسطح الملوثة أو المجهولة المصافحة الاختلاط بالمصابين حتى اللي عنده زكمة والله عنده زكام رد بالك من بعيد والبقاء في البيت عدم التجمع التجمع ممنوع منعا باتا وإن شاء الله بقدرة الله إن شاء الله نتغلب عليه ونصبح في مأمن من شر هذا المرض وهذا الوباء. وحياتنا أحلى بمن حملوا قيما تنار بها السماوات وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا. رجعنا من بعد هذا الفاصل مشاهدينا تحياتي لكم أينما كنتم في هذه الحلقة. نرجع مع السيدة فاطمة. زي السيدة فاطمة قبل الفاصل تكلمنا شوية على دور الأسرة كيف ممكن تقوم ببعض النشاطات لتعبية أوقات الفراغ بين الجد والمرح بين التعليم والاستفادة وكذلك أيضا ضروري تكون في أنشطة ترفيهية لتغيير الجو والخروج من الكآبة والروتين اليومي. طبعا بالتأكيد أستاذ نادر يعني إدارة الوقت في هذه المرحلة ضرورية جدا يعني أنا كيف نوزع ساعات طويلة من اليوم الأبناء مسكر عليهم وقاعدين مع بعضهم وفي ضغوطات وأخبار بداية أن الأم والأب فرصتهم كويسة جدا في هذه الفترة أن يقتربوا من أبنائهم ويتعرفوا على شخصياتهم وأنماط الشخصية إضافة إلى يتعرفوا حتى على مواهبهم وهواياتهم ومن خلال هذه المعرفة يبدو ينظموا وقت أن هم كيف يوزعوا ساعات اليوم كيف يستثمروها يستفيدوا منها بحيث أن يخففوا رهبة الحدث عليهم لأن يعني مش هيكون الوقت كله لعب وترف فقط مش هيكون كله أكل فقط ومش هيكون نوم ومش هيكون يعني دروس ومواعظ وأمور جدية فبالتالي يعني لا إفراط ولا تفريط بيكون في شوية توازن. تقسيم وقت نبحث على شنو عندهم من مواهب نحاول إن نوفر لهم الأشياء
الأدوات والمواد اللي ممكن تساعدهم وتشجعهم في تنمية هذه القدرات؟ على سبيل المثال يعني أنا من هنا أن نحكي لكل أم اللي عندها أي هواية، الأمهات تبدأ تنقل هواياتها وقدراتها لأبنائها وبناتها. على سبيل المثال الخياطة، التطريز، التريكو، الكروشيه، حتى الصناعات اليدوية الحرفية البسيطة تعلمها لهم. كذلك الأب نفس القصة، والمشاركة جميلة جدا. يعني حتى الأم لما تدخل المطبخ تبي ترتب، تبي تطبخ، تبي تصنع حلويات، معجنات، تدخل بناتها تخليهن يشاركنها. غير كده تفتح حوار وقت العمل، مهم جدا وقت الشغل واللعب والترف إن نحكوا ونهدرسوا، ما يكونش باش ما نحسوش بالملل والفتور. الأب لما يصلح حاجة في البيت، والله ينظف حاجة في البيت، والله يرتب أي شيء، يشارك أحد أبنائه أو أبناء كلهم الصغار خصوصا، يشاركهم إن هم يتعلموا منها، يستثمروا الوقت ومنها يكونوا أقرب إلى أبوهم ويتعرفوا حتى على الأب وشنو عنده من إمكانيات. نحن عارفين يعني الفترة اللي فاتت ممكن مشاغل الحياة وظروف العمل والخروج لساعات طويلة، أصبح زمن التلاقي قليل جدا، وزمن الحوار حتى هو قليل وضعيف أيضا في نفس الوقت. فلعلها تكون فرصة أن نشوفوا شنو عند أبنائنا من إمكانيات وقدرات ومواهب وهوايات، ونبدو نموهن لهم في هذه الفترة. لكن لازم يكون في نوع من التوازن. يعني ما فيش بس أن نحن نطرح قصة ونحكوها ونهدرزوا على العبرة متاعها شنو استفدنا منها، كذلك ما فيش بس ان نحطه على برنامج في التلفزيون او من خلال المواقع الانترنت نبحثوا على شيء مفيد زي قصص الانبياء، زي قصص في التاريخ نستفيدوا منهن. نحكوا طيب عليهم، تبث قيم، تثبت مواعظ دخلهم، ليش لا؟ لكن نخلوا الوقت يمشي هيك بدون ما نستثمروا. طبعا هذا يعني ما هوش كويس، حيولد صراعات داخليه في الاسره، ما يكونش الطاقة اللي عندهم موجودة. نحن العيال نعرفوا في سن معين عندهم طاقة لابد أن تفرغ، يا أما بيطلع لنادي، بيلعب كورة، يبي كذا. ممكن مش كل البيوت متوفرة فيها إمكانيات أنها تكون فيها جنان أو حديقة أو ما إلى ذلك. فبالتالي أنت كيف تبي تنفذ أو تستخرج منها الطاقة هذه فيما يفيده؟ تحاول الأم والأب أن هي تنظم وتطلع عليهم من خلال ألعاب معينة، حتى ألعبنا زمان، يعني ليش لا، اللي هن اللي فيهن ألغاز وفيهن فكاهة وفيهن حوار وفيهن لمة. نحن نعرف طيب استضافات مع أهمية أن تحرص العائلة على أبنائها أن يتابعوا الدروس والدورات اللي قاعد تقدم الآن على وسائل الإعلام المختلفة لتعويضهم فقدان الدراسة ومقاعد الدراسة. طبعا لابد تخصيص يعني زمن ان نتابعوا نراجعوا دروسنا اللي فاتت. القنوات اغلب القنوات موفره برامج، وان كانت يعني ما فيهاش نوع من الالزام الدقيق متابعة الدروس من خلال التلفزيون، لكن اللي عنده رغبة حقيقية وفي تشجيع أسري تجلس معهم الأم أو يجلس معهم الأب، اللي الأباء والأمهات اللي هم واصلين مراحل متقدمة من التعليم، ما فيش بأس يفتحوا أقل شيء، مش بالضرورة يكون طريقة تدريس منهجية زي المدرسة يعني، ولكن باش ما يصيرش انقطاع في المعلومة اللي هم حيغيبوا على فترة الله أعلم لعند أمتى تكون، حيغيبوا فترة طويلة ممكن، فيصير انقطاع للمعلومة فينسى الأبناء والبنات ينسوا دروسهم. لكن نفتحوا الدراسة مرة أو ولو ساعة في اليوم أو ساعتين، مش بالزمن الطويل اللي هو زي المدرسة. بس من أجل إن هم يحتفظوا بمعلوماتهم اللي خذوهن، ما ينسوهنش، وفي نفس الوقت يكون عندهم نوع من الإلزام الأدبي تجاه دراستهم وكتبهم. نعم طيب العودة مع الأستاذ ساسي، نحن واستضافاتنا تكلمنا على عدة أمور، أهمية ممارسة النشاطات اللي ممكن يقوم بها الوالدين، وأهمية أيضا متابعة الدروس التعليمية اللي قاعدة تقدم الآن. معلش بس بنعقب القصة التعليمية، زي ما قلت أستاذ فاطمة في طريقة دارها مجموعة الكاس زيرو الوصول لحالة صفر، هم تعاونوا مع شبكة الوايبير، برنامج عجبني ممتاز جدا جدا، دربوا بعض الأمهات
وتدريب متواصلين في كيف تكون فصل دراسي فصل بيت يعني تخصص باش تعلم العيل كيف يقرا بطريقه البسيطه طريقه اللعب باش بالطريقه التقليديه انه يقعد قدام شاشه غير متصنت كذا وما يستوعبش طريقه ممتازه وبسيطه جدا جدا هي عباره عشان يتخصص مكان معين فصل البيت في طاوله وكراسي تاخذ المنهج زي ما نقول احنا في التلفزيون الام تدير دور المعلم دور الاستاذ ويخصص وقت للقرايه وقت حتى للحصص كان تدير حصص ترفيهيه كان جو مدرسه في الحوش يقوم بالبوه والام وحد كبير في الحوش من الخوت الكبار وكان برنامج ناجح حتى يطبق في ليبيا يا ريت وتو اصبح يعني العالم مفتوح والتعليم اصبح يعني مجاني مش صعب تحتاج كورس او معلومه معينه او كتاب او كذا فاعتقد من السهل جدا يعني هي طريقه تحصل على المعلومه الطريقه بتاعتهم طريقه بسيطه مش مثلا العيل جايبين حلقه في الرسميه وجايبين حلقه في كذا لا بالعكس طريقه انه بو ياخذ المنهج في سي دي نقول فاحنا ولا في فلاش حطه وهو يعرض الدرس كيف يتواصل الاسره كان عندك معلومه استاذ ساسي حول هذا الموضوع كيف ممكن اليوم الاسره حابه ان هي تتواصل في لهذا ممكن البرنامج يعني يتواصلوا ويخشوا على شبكه يكتبوا الكيس زيرو او وصول لحاله صفر دليل البرنامج هذا برنامج بسيط جدا جدا طبعا بصراحه هي شبكه كبيره تشتغل من الشباب اكثر من 300 متطوع يشتغلوا في كل المحاور خاصه في الموضوع اللي هو الاسري التدخل الاسري حتى في قصه زحمه مصارف والكوش قاعدين يشتغلوا بصراحه دايرين شغل بصراحه بارك الله فيهم مشكورين طبعا عضو معاهم في اللجنه نفسها مش دعايه ليهم قصدي كشغل هم اللي يشتغلوا فيهم دايرين برامج انا اكثر شيء عجبني برامج التدخل المنزلي في مساعده الاباء والامهات اللي عندهم شويه مشاكل يتصلوا بهم يتعاونوا معاهم يبعثوا لهم ناس متخصصه دايرين برامج اللهم صل وسلم ما شاء الله يعني في العديد طبعا من الافكار المبادرات اللي قاعده تقام يعني اكيد لان حتى دور جمعيه المجتمع المدني او المنظمات المدنيه نفسها والجمعيات الخيريه لها دور كبير في هالوقت هو بالضبط تخفف الضغط على الناس والاسر كعينه ليهم سواء كانت في المشاكل اللي تصير الضغوطات اللي تصير بصفه عامه حتى في الشارع بصراحه طيب. دارين شغل اي خلينا نتكلم عن نقطه الزيارات في بعض العائلات قاعده لحد هذه اللحظه مش ملتزمه بالحجر المنزلي وقاعد في زيارات يقول لك لا انا مشيش هلبا يعني ما نطلعش مجرد انه زياره فقط جي مثلا قريبي او شخص يبات عندي هو اطفال يقعد معي يومين او ثلاثه جاري نعرفه قريبي وكذا صارت القصة هذه للأسف شديد وشكو منها ناس لأن حتى آخر حالة اشتباه أنا شفتها وهدر الثانوية شنو القصة قالت لي احنا عندنا عادة مازال شي يديروا احنا مكسدين الجيران يمشوا تلقطوا الأمهات في حوش امرأة ولا حوش واحدة من النساء طاس قهوة طاس شاي والصغار يلعبوا في الشارع وهم قاعدين في حوش يا ناس والحجر انك انت تتباع على الناس نعم حتى كانك مشيت دير مسافة الآن 3 متر ونص صغير يعني في روس بتكون مشتك للضرورة يعني كلها مثلا حتى المريض بتزوره يا سيدي البس كمامة البس مش لازم انك تسلي القى تحية لسان السلام عليكم كيف حالك وخلاص كان شيء ضروري جدا جدا نعم. الاختلاط زي ما قلت حضرتك انت في ناس تبات عند بعضهم نمشي حوش خالتي مش حوش عمتي لا غلط بفرض شخص حامل فيروس لا سمح الله يعني او يكون من المخالطين لا احنا يا ناس زي ما نقول فيها اصبروا هال 10 هال 12 اليوم هما باش نعرفوا بؤره المرض وين بس هذه الفائده من الحجر الصحي يعني مش حسب نعم. انا انما كنت ما طلعتش في ناس يعتقدوا شنو فتره الحجر وين دخل فيها المرض المرض راه موجود من الصبح لليل راه موجود را. نعم. غير فترة هذه عارفين احنا المجتمعات اصبحت مجتمعات ليليه لانك انت تطلع راهو العشيه والليل اصبحت عند الناس ديما في النهار يا في الشغل تلقاهم راقدين علاش اختار الوقت هو ان تحوس فيه الناس وتطلع وتتجمع فيه في القهاوي ويكثر التدريس نتاعهم لا لازم ترد بالك وتحط الاعتبار مش تكونش عائلي نقل المرض نعم طيب بالعوده مع الاستاذه فاطمه استاذه فاطمه تحدث الخلافات زي ما نعرف ان هي بشكل متكرر وطبيعي بين الابناء لربما تزداد حده يعني في هذه الفتره ومع الحجر المنزلي وبقائهم لساعات طويله مع بعضهم البعض في مكان واحد كيف يمكن الاب أن يحتوي كل هذه المشاكل بدون أي أثار سلبية في علاقة الإخوة؟ نعم هو بالتأكيد يعني أمر طبيعي الخلافات يصير ما بين الأبناء في الأسرة نعم. ولكن يبقى هنا هي دور الأب والأم كيف يشاركوا أبنائهم يشغلوا وقتهم لأن الفراغ هو اللي يولد المشاكل يعني زي ما نقولوا نحن فاضي ما عندهش ما يدير فيقدر يلقط للتاني ففي حالة أن هم الأب والأم يعبوا وقت فراغ الأبناء بأشياء مفيدة لهم بالتأكيد حتخفف يعني المشكلة داخل البيت نعم. والصراعات حتخف بين الأبناء فيما بينهم نحب ننوه حاجة بسيطة سريعة أستاذ نادر يعني من كم يوم كانت عندي استشارة هاتفية ففي سيدة كان عندها عيالها صغيرين يعني عمر 6 سنوات والسبع سنوات فيبدو أنها استنفذت كل وسائل اللي المتاحة عندها في أن هي كيف تلعبهم وتشغلهم وكذا فاقترحت عليها فكرة أتذكر يعني في المعمل المدرسي
زمان اللي هو طريقة زراعة البذور. نعم. وكلنا عارفينها اللي هي نحطوا فيها بذور الذرة أو الفول أو الحمص في القطن ونبدو نرو فيها ونتتبع كل يوم مراحل النمو متاعها. فقلت لها لاهيهم في الأمر هذا. ففعلا صار سباق ما بين أبنائها الصغار، كل واحد يشوف البذور متاعها كل يوم من اللي أكبر من الثاني ومن اللي زادت ومن اللي عاشت ومن الأمور هذينا، منها يتعلموا معلومات جديدة مفيدة. نعم. وفي نفس الوقت إن هي تولد المنافسة الجميلة داخل ما بين الأبناء، يعني تزرع ما بينهم الود والمنافسة الحلوة وعلاقات حلوة. نعم. نعم. طيب بالعودة مع أستاذ ساسي، أستاذ ساسي قبل شوية تكلمنا مع أستاذ فاطمة على الخلافات اللي هي طبعا من الطبيعي أن تحدث بين العائلات، وكيف ممكن على الأسرة أن تحتوي بدون لربما آثار سلبية أو زيادة في حدة المشاكل بين الإخوة. في بعض العادات السلبية عند الأبناء كيف ممكن يتخلصوا منها، زي مثلا في فترة الحجر طبعا زي السهر والأوقات متأخرة، حرمان أنفسهم من النوم. كويس. طبعا هو مشكلة الصراعات اللي تصير في المنزل درجة أولى صراع داخلي تلقى عند البو قالك من الموضوع نفسه، يخاف من قصة التسكين طال 24 ساعة. نعم. ممكن ما يسحبش فلوس تاعها من المصرف، ممكن ما يلقاش حصة مواد غذائية، ممكن غلاء المعيشة. الأم نفس القصة تخاف مثلا ممكن صغارها ينضاروا أو ينصابوا أو ينتقل لهم مرض. كل الصراع الداخلي هو يتحول لصراع خارجي. ديما احنا نقول الأب والأم تخلص من الصراع الداخلي بينك وبين نفسك، خلي ثقتك بالله سبحانه وتعالى وتوكل واعتزم وفك روحك من الافكار السلبيه اللي تخش مسيطر عليك باش ما تبداش صراع خارجي. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا جدا، مفروض الاهل لما يلقوا عند اطفالهم اي عاده سيئه يحاولوا ان الطفل يتفاهم معه بعقلانيه، ينزل مستوى العيل ما يحاولوش ان يركب عليه ضغط كبير ويحطوا ويلوموه ويزيدوا له مشكله اكبر من هيك. نعم. زي ما قلت لك استاذه فاطمه على الفكره قلتها بصراحه، فكره هي يعني سبحان الله يعني نفس القصه لكن بطريقه اخرى. لكن في ناس الموضوع تشتغل نفسك كيف تعلم ابنك يكون زي ما نقول فيها حديقه منزليه في المنزل. في ناس ما عندناش مساحات تقدرها فصل الحوش المربعه في ممر بطريقه البذور، بارك الله فيها سبقتني في فكره رحم والديها، بصراحه فكره ممتازه جدا جدا. انك تجيب بذور تديرها في البيت مش مكلفه، في نفس مش مكلفه. حتى الرسم على الجدران نخصص يا سيدي حيط بتوجه وقت ونزوقوا الحيطه هو صح. نعلمهم كيف يرسموا زهره وشجره ويتسابقوا، اما احسن رسمه احلى رسمه ندير الحديقه في البيت حتى لها كويس. اشغال العيل في امور ثانيه مهمه جدا جدا، كل عيل او كل طفل معي في البيت نعطيه مهمه يشتغل فيها، المهمه هذه نحمل مسؤوليه. نعم. مثلا احنا رمضان قريب نوزع المهام يعني كويس. رمضان قريب يا ناس، بكيف ندير في رمضان نقام على صغاري باش نستحقوا كل عيل يكتب القائمه ارنبوا كذا كذا كذا، بكيف نعدوا الشيء هذا الاولاد يعدوا بطريقه معينه، النوت بطريقه معينه وهكذا. احنا عندنا عاده في الجبل يعني خاصه نجي يديروا بسيطه والزميطه من يخلط فيها الراجل هي واعره بحكايه التخليط. أيه. والمسوين هم اللي حمسوا يديروا في عمل جماعي يندار شيء. هو لما تجي المره تدير النزله شكون بينصب اللوحات، ينصب فيهم الراجل والقصبات، مين اللي بيدير المغزل اللي يدير فيه المراه؟ هذه الاشياء من قرضه للاسف الشديد. يا ريت انا يعني لا تو قاعد نعاصر ونحضر لما تجي امي تدير السيسه تدير الزميطه كيف تجيب الحماس، مين بيجيب لها التراب، يجيب لها القزله، نجيبها لها احنا وننظف ونغسلوها لها وتقعد يتحمس ونعاونه. هذا العمل الجماعي في المنزل يعطي فرصه كبيره الابناء كذلك اكيد العيل يحس رايهم يعني يحس بثقه. ديما هم قاعدين وديما هم راقدين ومشكله هالسهره هو ومشكله بعض الامهات ربي يهديهم فكره من دوش السهره خلينا قاعد مثلا التلفزيون 24 ساعه يتفرج على سبيس تون يتفرج على كذا. نعم. ولا نجيب لهم سيديات يا ناس، هذا كله سبب مخاطر كبيره جدا فعلا جدا فعلا على دماغ العيل ولا عيونه تركيزه والساعات الطويله اللي قاعد العيل قدام التلفزيون راه ينقص من العقل نتاع الطفل بصفه عامه والذاكره نتاعها والذكاء نتاعها. هذا غلط. علموا المشاكل على ذلك الخمول يعني ممكن ان يصاب به أكيد. الطفل حتى بعد عوده الدراسه مجددا خلاص ما تفتح في رغبه يعني. اللي ديما نقول لكل اب وام حريصه يا ناس علموا صغاركم نظام من الساعه 7 الصبح ويرقدوا 9 ل 10 لازم. ما تقولش هم صغيرين تقدر تسيطر على الموضوع، هو مع السيطره حيصبح عاده حيصبح سلوك يقدر يمشي معهم، مش تخليهم على راحتهم من يكبروا تقول ما عادش قدرت كيف نسيطر عليهم. لا لازم الشيء هذا، وهذا شيء مهم جدا، وضع القوانين شيء مهم. احنا نسوي قانون المنزلي يطلع من الاب والام، لما الاب يحترم القانون هذا والام انا ما جيت لهم العيل الصغير انا قاعد لساعه 4 ساعه 3 نايض، لان الام والبو قاعدين يحوسهم دارين دوشه للساعه 2 في الليل تلقاهم حوسهم في النت وفي التلفزيون طالعين وخشين. لا غلط. نعم. توصل ساعه معينه خلاص نرقدوا، توصل معينه النضوج هيك بطريقه هذه العيل نشابح تضل اللي قدامنا هو كي ماشي يمشي على نفس الطريق يعني. بالضبط. نرجع للاستاذة فاطمة، زي استاذة فاطمة نختم معك بهذا السؤال، كيف ممكن على الابناء ايضا ان يقوموا بدعم ابائهم وامهاتهم ليتجاوزوا هذه المحنه؟
الأبناء طبعاً أكيد بيكونوا عمرهم كبير بيكونوا فاهمين، يعني لو كنت بتحكي على أبناء الصغار مش هيستوعبوا شيء. نعم. فالأعمار تقدر تكون من 10 سنوات وما فوق ما هيكونوا مستوعبين الـ الـ الأزمة وفاهمين تفاصيلها وفاهمين كم الضغوط أو الضغوطات اللي موجودة على الأب والأم. لكن أنا حابة من خلال المرحلة هذا هي نقول أن لعلها فترة كويسة أن الأبناء خصوصا في العمر الواعي المدرك أن يعرف قيمة تعب الأم لما يكون تكون موجودة قدامها تشتغل، لأنه متعود يرجع من المدرسة يلقى البيت نظيف والأكل جاهز ودولابه مرتب وكل شيء يعني في مكانه. لكن لما يكون موجودة معها في هذه المرحلة في البيت حيشوف كم تأخذ من وقت عشان تطلع الأكل يكون جاهز، وكم إن هي تأخذ من جهد ووقت عشان تنظف البيت وتجهز وترتب وتنظف. فلعل الأمر هذاهي يخلينا في نوع من عرفان بالجميل والانتماء للأب والأم، وأن نحن نعرف قد إيش هم يتعبوا من أجلنا. بالضبط. أيضا الأب كذلك لو نقصت علي شيء بالنسبة للأبناء، لو نقص عليك شيء في البيت ووالدك ما قدرش يطلع يجيبه بحكم الحجر، هتعرف أن قيمة الأب اللي يطلع ويشتغل من الصبح لليل عشان يوفر لك حاجاتك وما ينقصك الشيء. فمن خلال الحلقة هذه نقول للأبناء ركزوا بأعينكم وقلوبكم على أبائكم وأمهاتكم وشوفوا قديش هم يتعبوا من أجلكم، ساعدوهم كونوا جزء منهم ما تكونوش منفصلين عنهم، انتموا لهم وشاركوهم وعشان تتخطوا هذه المرحلة اللي حتعدي بسلام بإذن الله، ونسأل الله أن يحفظ الجميع بإذن الله. نعم. تعالى أشكر تواجدك اليوم، بارك الله فيك، من استودعتنا في طرابلس أستاذة فاطمة زيو مدرب و مستشار التنمية البشرية. ختام مع أستاذ ساسي. أستاذ ساسي قبل شوية تكلمت أستاذ فاطمة لدور الأبناء، الابن الكبرى أو الابن الأكبر لهم دور كبير في مساعدة الأب والأم، ويصغى لهم الوالدان بشكل كبير، فكيف يمكن لهم تقديم العون لأبائهم وحتى لي يعني أخوتهم الصغار؟ كويس، طفوا يد مهم جدا، طفوا يد. ممكن ندير لعبة أدوار في الحوش. أيه. مثلا اليوم نقول إحنا غضوة، يعني سالم هو اللي بيدير كل شيء في الحوش الكبير. نعم. نعم. اندرك بتجيب البضاعة وترتب كل شيء. تاني يوم حليمة، يا حليمة انت راك الصبح بتدير الفطور بتدير الغداء مثلا في الحوش. احنا بيتالي نقول يا حليمة مثلا. ثالث يوم يجي سعيد، يا سعيد عليك انت تدور كل شيء، دور اللي بعدها يا ساسي يا نادر، وهكذا حملوا المسؤولية زي لعبة ادوار. بالضبط. انت اليوم بتدير كذا، انت بتدير كذا، مثلا اسبوع هواء بنغسل البساطات، اسبوع جاي بنسيق الحوش، اسبوع بنصينه، اسبوع بنطلع المخزن اللي هي سنين ما ندريش نصير اللي في الحوش مثلا. هيك نعطوا نوع من الحركية، ما تصيرش نفس الروتين احنا عايشين فيه. يا سيدي نديروا يوم فترة سامحين فيها طلوع، نمشوا نديروا حتى فم بكبكة ولا زردة بسيطة من 3-4 ساعات ونروحوا بدون اختلاط مع غرباء. ديما نقول فيها الكلمة هذه، ما فيش أي بأس. رفعت معك صغارك شط البحر، ما تقربوش من الناس في مكان بعيد، ما فيش زحمة، معلش أنت وصغارك يا سيدي أقلها تدور بالسيارة أنت وياهم وتروح معلش ساعة معينة. لازم احتياطات، لازم نفهموا صغارنا، نعلمهم كيف يغسلوا إيديهم، النظافة الشخصية هذا شيء مهم جدا. نعم. جدا. بالضبط. نحملهم شوية المسؤولية والاعتماد على نفس، هذا شيء راي مهم. احنا بهاتنا زمان وبهات اللي قبلنا يحمل في المسؤوليه العيل من عمره 7-8 سنوات يعلمه في كل شيء. أيه. البنات نفس الطريقه يعلمهم في كل شيء. احنا قصه الصبح اولادنا بناتنا كلها شخصيات اعتماديه، زي ما قلت لك استاذه فاطمه يلقى العيل كل شيء نطبقه محدد وواتي وما كذا، لا نعلمهم المسؤوليه. ما في شيء بس بنتي طيبه او ولدي طيب، في شيء عيب، شيء مشاركه شيء مهم جدا جدا. صح. او غسل صونيته او طبق. أيه. حوايج تعزيز المشترك مهم اكيد. يعني. او مشان نشر الحوايج فوق، يعني كان اختها طول عمرها تنشر الحوايج، معلش كان نشر الحوايج شن بينقص منك. أيه. حتى نظرة قصة أن لا الابن أو الرجل ما يخدم شيء في الحوش، لا طيب كيف أنه أكبر رجل سنبي صلى الله عليه وسلم. أي بالضبط، نحن ممكن هذه الفكرة هذه السائدة الموجودة عند بعض الشباب اليوم. صحيح. أكبر رجل سنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل جوازاته في أبناء، كان يغسل للصغارة. نعم. كان يغسل في حوايج صغارة، كان مرته مريضة ولا هي جايبة. هو مش التقليل من رجولة الشخص. أكيد. وأنه بالعكس المشاركة، ساعد أخته في البيت، بل بالعكس يعني هو قاعد يمد في يد العون وقاعد يشارك فيهم. هي الحياة مشاركة، يعني بصراحة الحياة مشاركة. فعلا. وإحنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبهاتنا وأمهاتنا كانوا زي ما قلت لك بكري، لما يجيدوا بسيسة زميتها يديروا منزج يديروا أي موضوع تلقاهم يتشاركوا ما شاء الله بعمل جماعي. وهذا شيء ما هوش عيب صراحة، بحيث أن نكسر الروتين، نحي الملل من البيت، من بعد روحنا من هالأجهزة الإلكترونية هذه اللي متعبة الناس وشغلة الناس وسامحني في الكلمات وداهبة شيرة الناس. نعم. ويصدقوا أكثر تغزل أفكار بعض الشباب. أكيد. بشكل كبير. شكرا لتواجدك اليوم أستاذ ساسي موسى، أخصائي نفسي وتعديل سلوك، بارك الله فيك. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة، نلتقي إياكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى من حياة أحلى. دمتم بخير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فشبابنا لصغاره يعطي قدرا ويرفق بالقواري.